السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الفيديو ده هنتصوره على إزاي نصب في قالب واحد، نصب لونين أو أكتر من لون في قالب واحد من غير ما الألوان تدخل في بعضها، بحيث إن أنا لو صبيت مثلا هنا أبيض وشفاف أو أيا كان اللونين عموما من غير ما يدخلوا في بعض، يبقى كل لون في ناحية لوحده وباينين في النص، كل لون واخد مساحة في القالب من غير ما يدخلوا في بعض. الأول طبعا قبل أي حاجة، أنا عندي الريزن هو اللي هشتغل بيه، الجلاس كاست اللي مفتوح عندي. وادي ده لون مايكا، وهنصب يعني هنصب نص لون مايكا والنص التاني شفاف بورق ذهب. دي الميزان بتاعنا والستيك اللي هنقلب بيها. لكن قبل اي حاجه، ده القالب اللي انا هصب فيه، ده قالب كوستر تقريبا 9 سم ونص. عايز اعرف القالب الاول هياخد كام. انا مثلا بقيس القطر بتاعه كده، بقيس القطر بتاعه هو 9 سم، او خلينا نقول 9 سم، والسمك بتاعه تقريبا 1 سم و2 من 10، 1 سم و2 من 10. فانا على الموبايل الابلكيشن اللي احنا قلنا عليه بوكسي كالكوليتور، انا بفتح الابلكيشن كده بالطريقه دي، اختار اوبشن سيركل، بقول له ان القطر هنا اهو فوق 9 سم، والسمك 1 سم و2 من 10، فهو قال لي التوتال ان هو هياخد 80 جرام. طيب التوتال ده 80 جرام، لكن ما علينا من النسب اللي هو هحسبها كده. دي 80 جرام دول انا محتاجهم ريزن بمصلب. فانا مثلا عندي النسب بتاعتي اللي انا شغال بيها هي 4:1. انا شغال الجلاس كاست ده نسبه 4:1، 4A 1B. طيب انا مش عارف ال 80 سم دول عايزهم ايه وبي. احنا وضحنا الحاجات دي في الفيديو الفيديوهات اللي فاتت، لكن هنوضحها تاني في دلوقتي. فانا هقسم ال 80 زي ما قلنا على 5. انا عايز 80 جرام ريزن بمصلب. ادي الموبايل اهو، 80 على 5 فيها 16. 16 دي هتبقى ايه؟ اسف، 16 هتبقى بي. اطرح ال 80، ال 16 من 80 هتديني 64. 64 دول بي، ايه اسف، اللي هو ريزن، وده المصلب. طيب انا لو جمعت الاثنين دول مع بعض هيدوني ال 80 بتاعتي، يبقى انا كده عندي 64، اسف، 64 A و16 B. فانا هحتاج ان انا ادي الميزان، بشغل الميزان الاول، دي العبوه الايه اهي، بورت ايه، احط الكوبايه عليه. طبعا الكوبايه قريت معايا وزن تقريبا 5 جرام، فانا هصفر الميزان، اسف، وهحط ال 64 جرام بتوعي. انا ببدا كده بفضي بالراحه، يعني هو دلوقتي جاب 64 ونص، مش هتفرق، تمام. وهصفر الميزان بتاعي ده، هرجعه صفر تاني، وهبدا افضي من المصلب 16 جرام. المصلب افضي بالراحه، لان المصلب قوام المصلب نفسه بيبقى خفيف زي الميه، عكس العكس الايبوكسي بيبقى تقيل. يعني دول 17 زاد 1 جرام، مش هتفرق برضو. هبدا اقلب الريزن بتاعي في الكوبايه واحده، الريزن بالمصلب. انا زي ما قلنا، اول ما ببدا اقلب لونه بيعكر جامد، بفضل اقلب لغايه ما يرجع شفاف تاني، بيبقى فيه بابلز طبعا، بس يعني لو سبت الكوبايه مثلا 10 دقايق البابلز كلها خرجت لوحدها، وبدا يعمل معايا بابلز اهو، الكوبايه بترجع شفاف تاني زي ما كانت، الريزن يعني في الكوبايه بيرجع شفاف. موضوع ان انا اقلب بالراحه او في اتجاه واحد او ايا كان، هو ايا كان قلبت بالراحه قلبت جامد، فهو مجرد التقليب نفسه باي طريقه هو كده كده بيعمل بابلز. الحل الوحيد ان انا في انواع ريزن بيخرج منها البابلز بسهوله، او كل الريزن اللي قوامه خفيف بيخرج منه بسهوله، اللي قوامه تقيل زي 3 دي مثلا، لا هلاقيه بيخرج الريزن البابلز بتخرج ببطء قوي. قلب كويس، بس اهم حاجه الستيك الخشب ده يبقى جايب القاع من تحت، قاع الكوبايه، بحيث ان الريزن كله يندمج في بعضه، الريزن بالمصلب بتاعه يندمج في بعضه. عشان ممكن افضل اقلب اقلب اقلب، لكن في حته ريزن مثلا ما جاش عليها مصلب، ما اندمجتش على المصلب، هتفضل معاه ملزقه او ما تنشفش خالص، او طريه، او تفضل لازقه في القالب، كل الحاجات المشاكل اللي بتقابل الناس، وخصوصا في الشتاء. انا قلبت تمام الريزن بتاعه، وطبعا في بابلز
الكوباية من جوه، لكن أنا هبدأ أقسم الكمية دي على كوبايتين. يعني هي تقريبا موضوع القسمة ده بيبقى تقريبيا، يعني مش لازم بالملي. تمام، الكوباية أحط فيها حبة صغيرين لأن دول اللي هحط فيها ورق الدهب، بس دول هسيبهم شفاف زي ما هما، ودول اللي هحط عليهم اللون المايكا. الالوان البودر عموما بالذات لازم اقلبها كويس جدا 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 مع الريزن، لان في حاجات ساعات بتعمل لي ترسبات من تحت، فلازم اقلب الالوان دي كويس قوي قوي مع الريزن. الافضل طبعا ان انا بعد ما اقلب الريزن في الكوبايه، لو في حاجه بترسب في الكوبايه نفسها من تحت، فاخد الشويه اللي من فوق دول كلهم كده لغايه افضيهم في كوبايه تانية، واسيب ابقي الشويه اللي من تحت في الكوبايه الاساسيه عشان ما تنزلش معايا الترسبات اللي في الكوبايه في العلب. افضل اقلب كويس جدا 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 بحيث كل الالوان تندمج، كل اللون نفسه يندمج مع الريزن. طبعا الريزن لما بعد ما اخلص بيه بخرج منه الخشبه دي، ما اسيبهاش فيه عشان ما يفضلش معايا يعمل معايا بابلز على طول. تمام، ادي كده اللونين بتوعي اهم، ده شفاف وده لون بمايكا، وده الجزء اللي فيه ورق دهب، ده ورق دهب صيني. الصيني طبعا في بعض الاحيان بيبقى افضل من التركي، لان الصيني ما بيبرمش او لونه ما بيغيرش عكس التركي. التركي كواليتي اعلى، لكن الكواليتي اعلى مع الريزن. لا الصيني، بس التركي في بعض انواع الريزن هو اللي بيخليه يبرم، في انواع لا. دول شويه ورق الذهب اللي في الكوبايه، بس هنسيبهم كلهم كده ان شاء الله لغايه ما يتقلوا خالص. ما ينفعش اصبهم دلوقتي، لان انا لو جيت صبيت دلوقتي في القالب، لو جيت صبيت في القالب على طول هلاقي اللونين دخلوا في بعض، ممكن يدوني لون تالت. تمام، فاحنا دلوقتي الساعة 7 إلا 10 اهي، فاحنا هنسيبه تقريبا ساعتين او 3 ساعات. على الساعة 10 بالظبط، 10:30 نبدأ نصبه. احنا دلوقتي لو حركنا الريزن بيتحرك معانا سائل اهو، سائل خالص، لكن لما نيجي نصب هيبقى تقيل قوي، هيبقى اتقل من قوام العسل. ان شاء الله نخلص بس يعدي الوقت وهنبدا نصور الفيديو التاني باذن الله. ان شاء الله ده تكمله الفيديو بتاع ازاي نصب كذا لون في قالب واحد. طبعا الريزن بتاعنا هم ال3 كوبايات، اللون ده مع الشفاف مع ورق الذهب. طبعا احنا سيبناهم تقريبا 3 ساعات، يعني هي دلوقتي الساعه بالظبط 11 إلا 10، 3 ساعات بالظبط هنبدأ نصبهم في القالب. طبعا احنا لما في الاول خالص لما جينا عملناهم كده هزيناهم، كان سائل خالص، لا دلوقتي تقيل ريزن تقيل، فلازم اسيب الريزن يتقل خالص عشان اقدر اصبه في قالب عشان اللونين ما يدخلوش في بعض. احنا لما نيجي نصب الكوبايتين بتوعنا، كل كوبايه من ناحيه، الاثنين الريزن ينزل في وقت واحد الاثنين مع بعض، ما ينفعش واحد ينزل قبل الثاني ولا واحد يبقى اكتر من الثاني، عشان ما يبقاش ده كميه كبيره وده كميه قليله. انا هبدا اصب في القالب في كل كوبايه من ناحيه لغايه ما يتجمعوا الاثنين في بعض. ما ينفعش اكتر من كوبايه وكوبايه، لا، يعني الشفاف بينزل معايا اسرع فهيخف في ايدي اكتر من اللي فيه لون. كده اصب كده بالراحه خالص، هيبقى الموضوع عايز صبر شويه، لكن لغايه ما اصفي الكوبايات منه خالص. بالطريقة دي طبعا يمكن باين في الفيديو. ده لون ميتاليك تقريبا، تركواز، انا مش عارف اسمه بصراحة. واللون التاني شفاف، وهنفصل بينهم بورق الذهب بتاعنا. دول طبعا هم عشان اخر حبة في الكوباية فبينزلوا ببطء، لكن لو شايفين الصورة اهي كنا نحاول ننزل كل لون لوحده. انت
طبعا الجزء الشفاف فيه بعض البابلز هنخرجها دلوقتي. اوكي بنستك الخشب بتاعنا ننزل الريزن كله كده. نجيب برضو الجزء الشفاف لان فيه كتير شفاف في الكوباية. احاول اخلص كل الريزن اللي موجود عندي بقدر الامكان عشان ما تبقاش حاجة في الكوباية. تمام ده بابلز الولاعة عادي خالص بخرجه. لو في بابلز تحت انا مش قادر يعني الولاعه مش جايباها طبعا عشان الريزن تقيل، فحاول اخرج البولز دي لفوق باي سن سن ابره او اي حاجه زي كده، ابدا اسحبها لفوق عشان النار توصل لها وتخرج لوحدها. ايه بالظبط ده طبعا الكوبايه اللي فيها ورق دهب، احنا ورق الدهب هنصبه في النص هيفصل بين الاتنين. طبعا الالوان زي ما انا عايز، احط الالوان اللي انا عايزها براحتي يعني اي شرط، مش الفكره كلها ان يبقوا لونين مختلفين بحيث اللونين ما يدخلوش في بعض معايا. لغاية ما الريزن كله ينزل معايا كده بالراحة خالص، طبعا عشان قوامه تقيل فبينزل ببطء، لكن لو سائل كأني بدلق مية على طول. بس بالطريقة دي نجيب الستيك الخشب بتاعتي. الستيك الخشب اوزع ورق الذهب ده الوان عادي، لو عايز اوزعها لو انا شايف شكلها مش لطيف ايا كان اعملها بالطريقة اللي انا عايزها. تمام كده دي تكه برضه في الولاعه لو في اي حاجه مش باينه. طبعا هو القالب ما اتملاش للاخر، احنا كنا عاملين الكميه اللي هتكفيه كله، لكن احنا خدنا شويه من اللي كان فيهم شفاف دول وصورنا بيهم فيديو تاني، لكن كده كده احنا اصلا هنصب عليه بكره تاني، وهنقول ليه بكره هنصب ان شاء الله تاني، بس لما ينشف خالص هنبدا نصب عليه باذن الله. ان شاء الله تكملت الفيديو بتاع الكوستر اللي احنا صبيناه امبارح، لونين في بعض كل لون في ناحيه، وطبعا خلاص الكوستر نشف. بس طبعا ما ينفعش اخرجه من القالب، لان من اكبر الاخطاء اللي بتقع فيها الناس اني انا بصب بملى القالب للاخر، باجي تاني يوم على طول بروح بخرجه من القالب، فلاني ليه حواف عاليه من هنا كلها، دي حوافه عاليه في النص واطي، يعني حواف ممكن تجرح الايد او تعور زي القطعه دي بالظبط. هي من هنا ده السطح اللي كان ملامس للقالب كله مستوي، لكن من هنا حافه عليها. هي طبعا مش باينه في الصوره قوي، احنا هنجربها مثلا على منديل. ده منديل اهو، لو انا ده الجزء اللي كان ملامس للقالب فضلت اعمل كده منديله ولا هيجرى له اي حاجه خالص، لكن لو جيت من الناحيه اللي ليها حافه عاليه رحت عامل كده منديل اتقطع من اول مره. بص عملت ايه في القطعه، قطعت المنديل. فانا عايز القطعه بتاعتي، هو طبعا هي موضوع الحواف العاليه دي ليها حلين، حل ان انا اقعد اصنفر تقريبا ب 11 رقم صنفره دوكو، وده موضوع مرهق ومتعب ومع اغلب الناس للاسف مش هينفع. الحل الثاني ان انا القطعه بعد اخر صب من الكوستر بتاعي بقلب ريزن، ده ريزن اهو متقلب شفاف ايا كان اللون اللي انا عامله شفاف، وبصب على القالب بملى القالب، يعني لو في مقدار للقالب بملاه، ولو ما فيش بصب اللي هي الجزء اللي هو منكمش ده لغايه ما تملي القالب معايا. تمام خلاص على كده بستنى عليه 24 ساعة لما ينشف، وبعد ما ينشف اخرجه من القالب مفيش اي مشكلة خالص. انا همدل القالب اخد بالي بس لان عشان الريزن ما يخرجش منه بره، مهم جدا طبعا ان انا افرش كيس زي كده على المكتب او ايا كانت الترابيزة او الرخام اللي هشتغل عليها، عشان لو في حاجة خرجت بره القالب او حاجة وقعت مني ما تبوظ تيجي على الكيس، الكيس بيترمي.
طبعا الولاعة لو في اي بابلز او حاجة تخرج معايا بسهولة. خلاص على كده احنا هنسيبه بالوضع ده ان شاء الله، لما ينشف هنصور الفيديو الاخير اللي ازاي نخرجه من القالب. هنصور الفيديو واحنا بنخرجه من القالب وشكله عامل ازاي، لكل لون في ناحية من غير اللونين ما يدخلوا في بعض، وفي نفس الوقت ملوش حواف ولا ليه اي حاجة، وتمامه 100 100 باذن الله. ان شاء الله دي اخر مرحلة خلاص في صب الكوستر اللي كنا عاملينه في مرحلتين قبل كده، اللي ازاي ندخل اللونين في بعض. طبعا خلاص الكوستر نشف اهو، هنخرجه من القالب. تمام، ادي الكوستر بتاعنا اهو خرج من القالب، كل لون لوحده. ده طبعا كان لون، هو النقط اللي فيه دي مش بابلز، ده كان لون ما تقلبش كويس، او هو ده طبيعه المايكا. عندي حته حواف زياده اهي، انا هشيلها بايدي خالص، هي خفيفه، لو مش متشاله هشيلها بالقطر. يعني لو هي شديده مثلا او تقيله مش متشاله بايدي، مش بتتني معايا كويس، هشيلها بالقطر عادي خالص، في اي زيادات بقطر باي حاجه زي كده. وادي لونين اهم في قالب واحد من غير ما يدخلوا في بعض، مفهومش اي مشكله خالص. فصل بينهم ورق الذهب، فكره ان احنا زي ما قلنا ان احنا نصب الريزن بعد ما يتقل خالص، سيبه 4 ساعات من غير ما سيبه 4 ساعات في الكوبايه على ما يتقل خالص، وبعد كده نبدا نصب ان شاء الله. دي الفكره كلها تنفع مع الكسرات، مع الصواني، مع الكسترات، اي حاجه عموما محتاج ان انا اسيب الريزن يتقل خالص وابدا اصب اللونين في وقت واحد، زي ما في اول الفيديو طبعا واضح طريقه الصب. فكده تمام ان شاء الله، خلاص وعدينا مرحله ازاي نصب اللونين في قالب واحد، وان شاء الله باقي الفيديوهات هنوضح فيها كل حاجه بالتفصيل باذن الله.